تداولت منصات التواصل مقطع فيديو لطالبة مرحلة ابتدائية وهي تلقي قصيدة مؤثرة عن الوطن وحب الوطن. طبعا هذه القصيدة هي للشاعر العراقي سجاد الغريب، وبتفاعل وتأثر كبيرين ودموع لا إرادية أكملت تلك الطالبة إلقاء القصيدة بعد أن تأثر عدد كبير من المتابعين لمقطع الفيديو وما جاء فيه، وكيف ألقت تلك الطالبة القصيدة بإحساس كبير وبتعاطف كبير وبرد فعل عفوي أيضا. لنتابع كيف ألقت هذه الطالبة تلك القصيدة ونعود من بعدها معكم بالتأكيد. يا موطني معذور، يا موطني حتى نشيدك حزين، ما عنده منك خبز لا عنده منك علم، بس عنده منك وطن مبروك فيك اللي دابا خبز. تسألك موطني أهل الكراسي عرين يقربون لك من الجذور بيهم قرابة سبيل على البعيدة زين العماية تقوش ومس السياسي يا بطل شانت قبل للفقر هسا على خيرك سطل بجروحك معذور يا موطني جروحك انقتلي وغنيتك موطني وبقاعك انقت غروب استجد وارسله وادر الوطن مؤلي. القصيدة وعلى الرغم من قصر مدتها إلا أنها تمكنت من ملامسة شغاف القلوب والتأثير على عدد كبير من العراقيين مما يشعرون بالأسى والحزن على الوطن وما مر به من نكبات وويلات وحروب وأوجاع وآلام كثيرة. طبعا في المقابل أيضا نشر الشاعر سجاد الغريب نشر مقطع الفيديو هذا لتلك الطالبة على حسابه الرسمي في فيسبوك وعلق عليها قائلا: ليش تبكين؟ إيش تعرفين عن الوطن حبيبتي؟ في حين كانت هناك أيضا تعليقات وردود أفعال كثيرة اخترنا لكم بعضا منها، والبداية مع أمير. يقول أمير في تعليقه، مو أمير، أسو النعيمي: يا ريت لو صدق الوطن نعطينا حقنا وحق هاي الطفلة اللي كتبها وقرطاسيتها كلها بفلوس، مع الأسف على هيجي وطن. الله يحفظك. تعليق آخر من حروف مبعثرة لا نعلم لماذا مبعثرة: حب الوطن فطرة من الصغر، ربي يحفظك ويحفظ دموعك الصادقة. تعليق آخر من فراس أبو علي: لا تبكين أيتها الحرة الشريفة، رغم صغر سنك لكن الغيرة وحب الأم والأم هو الوطن فطرة، سوف يأتي يوم وليس ببعيد إن شاء الله بفرحة كبيرة لأبناء هذا الوطن الجريح. تعليق من نهلة البياتي تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل بكل من باع الوطن وشرد الطفولة على أرضك يا وطني. تعليق من نصير الحميداوي: صح لسانك ودمعت غالية وربي يحفظك، بس العراقي السهل، حسبي الله ونعم الوكيل على كل واحد دمر العراق. تعليق من نور الحسيني تقول: نور نصحى على الدنيا بالفطرة نحب الوطن، بس للأسف من كثر خذلان اللي نشوفه والتعب والعوز نكره حتى عيشتنا من المسؤول، حسبي الله ونعم الوكيل.